نيجي لموضوعنا قبل الأخير قبل الفقرة الحوارية، القطن. القطن ده كان حدوتة مصرية، والقطن ده يتقال فيه كلام كتير وكتير. تعرضت هذه الزراعة للإهمال، وهذه الصناعة وصناعة زراعة القطن للإهمال الشديد، لكن في السنوات الأخيرة وزارة قطاع الأعمال العام وبقيادة الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بدأ يهتم بالقطن ويرجع المحالج تطويرها. ويمكن اليوم تم إجراء أول مزاد على الأقطان في الفيوم وبني سويف لموسم 2020 في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لتداول القطن تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام برئاسة المعالي الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. اللي طبق محافظات الفيوم بني سويف والبحيرة والشرقية تم إجراء أول مزاد في الموسم الحالي 2021، تم ترسيد المزاد في لوجري في الفيوم على إحدى الشركات بكمية 133,276 أمتار بسعر 1800 جنيه. طب عشان نعرف أكتر معانا على التليفون الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والأقطان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عيسى. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، ويعني ربنا يقوي. دايما بنسمع اخبار جميله من القبضه الغزل والنسيج. يا رب ان شاء الله خير باذن الله. فندم، اي اخر اخبار منظومه القطن المزادات والتي عقدت؟ عايزين نعرف ندي الساده المشاهدين فكره عما تم وما سيتم خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. باذن الله. هو طبعا زي ما حضرتك اشرت ان احنا المنظومه السنه دي بتطبق في اربع محافظات. محافظتين في الوجه الحبري هي الفيوم وبني سويف، ومحافظتين في الوجه البحري هي الشرقيه والبحيره. احنا تلافينا السنه دي من ضمن الاعداد للمنظومه بعض السلبيات التي ظهرت في التطبيق السنه الماضيه كانت في الفيوم وبني سويف. بعض السلبيات منها عزوف القطاع الخاص عن الدخول في المزاد. لكن السنه دي والحمد لله حتى الان هو بس عايز يشير الى ان النهارده هو ثاني مزاد. يعني الحمد لله كان في مزاد يوم الخميس الماضي والنهارده كمان في مزاد اخر. هايل. والاثنين الحمد لله يعني رسيت على شركات من القطاع الخاص وباسعار اكثر من اسعار الفتح. يعني المزاد فعلا ممكن الشبكه يا دكتور احمد، الشبكه من فضلك ممكن تثبت في مكان بس تفضل. سامعني حضرتك كده يا استاذ؟ اتفضل يا فندم اتفضل. طبعا حضرتك ان احنا في سعر المزاد، السعر ده بيبقى مبني على اسعار عالميه. الاسعار العالميه بتجينا من الهيئه العامه للتحكيم في مركز المعلومات، بيجيب اخر البورصه اللي هي العالميه وبنحط عليه نسبه معينه عشان القطن المصري، 20% زياده عن القطن الابلي و40% للقطن البحري. دي نسبه تميز للقطن المصري. وبنعادلها بالامطار القطن يطلع كام جنيه؟ ده سعر الفتح اللي بنبدا بيه المصري. لكن الحمد لله طبعا حصل فيه مزايدات زي ما قلت لحضرتك، ويعني حتى حضرتك مثال كان 1778 بالنسبه للقطن الوجه الابلي. ايوه. البيع تم ب 1810. هايل. يعني الحمد لله في تزايد، وده كله طبعا هيصب في مصلحه المزارع، بالاضافه الى ان هو بياخد 70% ثمن فورا وقت المزاد. الشركات اللي رست عليها بيروح البنك بيعمل ايداع على طول ب 70% من قيمه القطن ده، بيصرف للفلاح بامر دفع فورا من احد البنوك، ثم في خلال اسبوع بيتم تسويه باقي مستحقاته وفقا للرتبه الفعليه بتاعت القطن بعد نقل للمحل. هايل. معنى كده ان المزارع، يعني اذا سمحت لي بعد كده، المزارع لو اهتم بقطنه كل تحسن في الرتبه حتى لو طفيف، يعني ما بقاش في شوائب، بيجمعوا الجمع الصحيح وبيحطوا في الاكياس بصوره صحيحه، ما فيش حاجه اسمها رطوبه او ميه زياده او شوائب او طوب او حصى او غيره، كل ده بيرفع من درجه رطبه القطن نفسها وبالتالي بينعكس على السعر بزياده. جميل. طب الانعكاس ده بقى حضرتك على، احنا حضرتك اشرت الى انعكاس ده على الفلاح انه هيستفيد من السعر، انعكاس ده على صناعه القطن نفسها وصناعه المرتبطه بها صناعه غزه والنسيج، ايه انعكاس ده خلال الفتره اللي جايه على الاهتمام بالجوده؟ تمام. طبعا دي اهم نقطه. يعني احنا كنا يعني السبب في ان احنا بنعمل تطوير المصانع عندنا
ويعني مكانات جديده وانشاءات جديده، المنظومه كلها قايمه على القطن. احنا لو ما اهتمناش بالقطن بتاعنا وما بقى يعني بقى خالي وبنخلجه خليج جيد بالمعالج الجديده اللي احنا فعلا افتتحنا واحد اللي هو الفيوم، وفي ثلاثه بيتم تجهيزهم حاليا في خلال الشهر الجاي هيتم فتحهم ان شاء الله. كل ده عشان يطلع قطن مصري ذو قيمه عاليه خالي من الشوائب، نقدر بيه يبقى مدخل جيد لصناعه الازمه فيه سواء في مصر او في التصدير لما نصدره للخارج، ويبقى باسعار جيده تعود عماله القطن على الفلاح وعلى التصدير وعلى البلد. ان شاء الله يا فندم. مزيدا من التوفيق الدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، جهد معروف وجهد متواصل، واحنا متابعين هذه الجهود، وان شاء الله في وقت قريب نلتقي مع حضرتك ونتحدث عن إعادة هيكلة وتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل كبير.